سماء القديسين أمام الفادي الآمين يقف بين الخالدين من يود أوفا بسنتي لم يسلك الصغر في اللعبة للنهار بل كان يحفظ أصفار من يود أوفا بسنتي ذهب يرعى الأغنام كداود النبي تمام بصلاة مزامير وصيام بن يود أوفا بسنتي وأثناء رعي الحملة أتى فكر الشيطان بشهوات الشبان بن يود أوفا بسنتي هرب من الخطية وشاوى الشبابية وأراضي البرية بن يود أوفا بسنتي سامع قول الكتاب اربح نفسك للآب يكسبها من قتل بن يود أوفا بسنتي فتناول باحتراس وخرج آخر القداس عزما على أجر الناس بن يود أوفا بسنتي سألوا أنباء الياس لقيت جبل الأساس وتركت حياة الناس بن يود أوفا بسنتي أجاب القديس البار بمحبة وفي إصرار أطلب رب أعطى أبوه الإسكيم قائلا الله يقيم منه أسقف عظيم بن يود أوفا بسنتي أتعب نفسه في أصوام وصلى من غير ما ينام أعطاه الله سلام بن يود أوفا بسنتي وصار دائما أصبح صديق الأبرار والرسول الأطهار بتقرا مع الأصفار بن يود أوفا بسنتي حاب الإخوة الرهبان وسند فيهم التعبان وأجاب كل إنسان بن يود أوفا بسنتي صلى ونسي الغذاء خبزا مبلول بالماء يكفي حديث السماء طلب الوحدة بثبات زهدا في الأرضية قلب الصحراء سماوات بن يود أوفا بسنتي إلي النبي أتاه بحسب تدبير الله وجلس معه وعزاه بن يود أوفا بسنتي طلبوا أهل البقاع فرخت في اتضاع أمره الله فطاع بن يود أوفا بسنتي وقال أنا الحقير أمام الله القدير كيف أسقف صاصير بن يود أوفا بسنتي فاختاروا الرب يسوس ورسموا دميانوس وسط قائل أقصيون بن يود أوفا بسنتي أعطاها الله القدس بابن في مطوفورس أي صار لبس الروح بن يود أوفا بسنتي وزع أموال بسخاء وعطاء على الفقراء علم فكر السماء بن يود أوفا بسنتي وصار للشعب نور حامل إيمان وجسور والروح جواه مسرور بن يود أوفا بسنتي أدراك بسنتاوس قوة جسد يسوس وعمل روح القدوس بن يود أوفا بسنتي أصبح ينظر كروبيم في القداسات حاضرين أمام الذابحة قائمين قامت عالي الشياطين شكل الوحوش لابسين صلى ففروا هاربين بن يود أوفا بسنتي أنكر ذاته في جهاد فهل الأعلى الدرجات سأحقق
آقا بزنكي العظيم الأنبا بيسنتي لابس الروح أسقف مدينة قفط وأحد آباء الرهبنة العظام في جبل الأساس بركة صلواته فلتكن معنا آمين. المؤمنين الكل يكونون يا إله أنبا بيسنتي أعنا.